يحل المعادلة أو يقول لي جيب قيمة X. لكن النوع الثاني من المعادلات اللي هو سؤال خامس رقم 1 ورقم 2 يقول لي حل المعادلة اللوغاريتمية. هذا ماكو داعي أحاول صيغة لوغاريتمية إلى صيغة أسية، هذا واحد بالشقد. هنا واحد بالشقد من 100,000، لأن هنا من أجل يحسب عدد المراتب 1 2 3 4 5 بما فيها الواحد. إذا هذا أقراه 1 بالـ100,000، لو كانت 100,000 فقط أقول عليها 10 أس 5. إذا فقط 100,000 أقول 10 أس 5، إذا 1 بالـ100,000 شو راح يصير؟ 10 سالب 5. إذا ببساطة هذا شو راح يصير عندي؟ لوغاريتم شنو هو؟ 10 أس سالب 5 للأساس 10 يساوي هنا يريده يساوي X. إذا المطلوب هو إيجاد قيمة X. عندي من خواص اللوغاريتمات لوغاريتم كتبناها الدرس الماضي اكس للاساس اي والاكس مربوع على القوه بي، هذا شو يساوي؟ يساوي بي لوغاريتم شنو؟ اكس للاساس اي. عندي قاعده وعندي خاصيه اخرى شو تقول؟ تقول لوغاريتم اي للاساس اي شو يساوي؟ يساوي 1. اذا لتكمله على هذا السؤال اعطاه خاصيه. الخاصية الأولى هذه القوة ايش راح يصير بها؟ راح تنزل. راح تصير سالب 5. والخاصية الثانية ايش راح يطلع عندي هنا؟ لوغاريتم 10 للأساس 10 يساوي 1، إذا راح يصير عندي سالب 5 لوغاريتم 10 للأساس 10 يساوي إكس، إذا معناها قيمة الإكس يساوي الإكس يساوي سالب 5، لأن سالب 5 في 1 سالب 5. من الأسئلة البسيطة جدا. السؤال الآخر هذا راح احول الصيغه اللوغاريتميه الى الصيغه الاسيه، ايش راح اسوي هنا؟ من يقول لي؟ راح احول. اذا هنا عفوا يعني 16 اريد احولها فقط حاليا من الصيغه اللوغاريتميه الى الصيغه الاسيه بس. نعم. بالضبط، اذا هنا في الخطوه الاولى راح اقول 16 تساوي اكس اس سالب 4. إذا الخطوة الأساسية حولت الصيغة اللوغاريتمية إلى الصيغة الأسية، هسه أريد أعرف قيمة إكس إيش قد؟ أنا عندي قاعدة تقول إذا تساوت الأسس تساوت الأساسات، لكن بها حالات، هسه راح نجي نأكدها بعد شوية. يعني الملاحظة مو مطلقة، زين، هذا الإكس أس سالب 4 ممكن أسوي 1 على إكس أس 4، لأن هذا 16 من أسويها 2 أس 4. لا الاسس متساويه ولا الاساسات متساويه، اذا شنو العمليه راح اجريها هسه؟ راح يصير عندي 16 تساوي 1 على اكس اس 4، هذا الاكس اس سالب 4 معناه شنو؟ معناه 1 على اكس اس 4، زين هذا 16 يعني 16 على 1، اذا تساوى كسر مع كسر اخر، يعني من عندك اي على بي تساوي سي على دي، بامكاني ان اقول بي على اي تساوي دي على اكس. وياي؟ انا اللي اريده شنو؟ اريد قيمة اكس. اذا دول اثنيناتهم راح افرهم، هذا 16 على 1 ايش راح يصير؟ راح يصير 1 على 16، اذا يؤدي الى اكس اس 4 يساوي 1 على 16. زين، هاي 16 منين جاية؟ من اجل احلل ال 16، ال 16 جاية من 2 اس 4، اذا راح يصير عندي يؤدي الى اكس اس 4 تساوي 16 هو 2 اس 4. زين انا اذا اريد اوحد الاسس، هذا الواحد ما اقدر اسميه 1 اس 4؟ ممكن. 1 مربوع لاي قوه؟ يساوي 1. اكو خاصيه ما اخذها بصف الرابع تقول اذا عندك اكس على واي الكل اس ان، هذا شو يساوي؟ يساوي اكس اس ان على واي اس ان، واسم الخاصيه هي الاسس تتوزع على القسمه. راح اطبق الخاصيه بالعكس، هذه اسميه اسلوب التعميم، يعني هذا اس ان وهذا اس ان، الان راح اصير على الكل، راح استفيد من هذه الخاصيه 1 اس 4 و 2 اس 4 راح يصير 1 على 2 الكل اس 4، اذا يؤدي الى اكس اس 4 تساوي 1 على 2 الكل اس 4. هسه راح نرجع للملاحظه المهمه جدا، اذا تساوت الاسس
يقال تساوت الأساسات. لكن هذه الملاحظة مكتورة، هذه الملاحظة مكتورة. ليش قلنا مكتورة؟ لأن هذه حالتين. الحالة الأولى يقول إذا تساوت الأسس وكانت فردية تساوت الأساسات، والملاحظة الثانية وإذا تساوت الأسس وكانت زوجية فإن أحد الأساسين يساوي موجب سالب الأساس الآخر. إذا في عالم الرياضيات من عندي x أس 4 تساوي نص أس 4، معناه x هذا ايش راح يساوي؟ المفروض يساوي موجب سالب نص. هذا وين؟ في عالم الرياضيات. لكن في عالم اللوغاريتمات لا يمكن أن يكون أساس اللوغاريتم عدد سالب. لذلك هنا راح أكتفي شو راح أقول؟ إذا معناها x تساوي 1 على 2. يعني هذا السؤال لو ما جاني للوغاريتمات، لو جاني في موضوع آخر غير اللوغاريتمات، راح أصير أقول x تساوي موجب سالب نص. لو جايني بالمتتابعات هندسية وحسابية، فمن أوصل إلى هالمرحلة أقول x تساوي موجب سالب نص. ليش هي السالب ذكرتها؟ لأن من خواص اللوغاريتم لا يمكن أن يكون الأساس عدد سالب. الحالة الثالثة بسيطة جدا، راح أحول الصيغة اللوغاريتمية إلى صيغة أسية. إذا راح يصير عندي الأكس هذا ايش راح يساوي؟ 10 أس 5، العشرة أس 5 يساوي بكذا. إذا هذا الجزء الأول. الجزء الثاني أكثر أهمية من الجزء الأول. حل المعادلة اللوغاريتمية. من اجي على خواص اللوغاريتمات، لوغاريتم اكس زائد لوغاريتم واي هذا شو يساوي؟ لوغاريتم اكس واي نفس الاساس. اثنيناتهم لازم نفس الاساس. اذا مجموع لوغاريتمين يساوي لوغاريتم حاصل ضرب. راح استفيد الجزء الاول من الحل، استفيد من هذه الخاصيه. والجزء الثاني من الحل يقول اذا كان لوغاريتم اكس يساوي لوغاريتم واي فإن الاكس يساوي الواي. إذا كان لوغاريتم اكس، لا الطرح هو يعني مجموع لوغاريتمين يساوي لوغاريتم حاصل ضرب، فرق لوغاريتمين يساوي لوغاريتم حاصل قسمة، حكيك صحيح. لكن اللي أحتاجه هسه في هذا المثال أحتاج هذه وهذه. إذا تساوى لوغاريتمين فإن الاكس يساوي الواي، إذا أقول يؤدي إلى الاكس تساوي الواي. إذا شو احتاج لحل هذا السؤال؟ هاي الحالة الأولى الضرب الأيمن كم لوغاريتم بي؟ بس واحد. الضرب الأيسر لوغاريتمين. شو وقت ما سويته لوغاريتم واحد أقدر أستفيد من هذه الخاصية. شلون هذا أسوي لوغاريتم واحد؟ عندي قاعدة تقول مجموع لوغاريتمين يساوي لوغاريتم حاصل ضرب. إذا شو راح يصير عندي؟ أقول لوغاريتم 2x ناقص 1 في x زائد 4 للأساس 3 هذا يساوي لوغاريتم 5 للأساس 3. هسا الطرف الأيمن كم لوغاريتم بي؟ لوغاريتم 1. الطرف الأيسر كم لوغاريتم بي؟ لوغاريتم 1. إذا لوغاريتم x يساوي لوغاريتم y فإن ال x يساوي ال y. إذا شو راح أقول هنا؟ اللوغاريتم راح يحذف. إذا راح يصير عندي 2x ناقص 1 في x زائد 4 هذا يساوي 5. لكن عملية الحذف دير بالك هذه مو عملية اختصار، مو معناها قسمت على لوغاريتم، هاي مو معناها لوغاريتم مضروب. إذا أنا عندي خاصية اللوغاريتم يساوي اللوغاريتم يحذف اللوغاريتم من الحذفين. هسه عندي قوسين تساوي 5، ايش تقترح؟ دكتور ايش راح اقول؟ توزيع بعد شو تقول؟ بعد من عنده غير راي؟ اي اقسم على 5 لا ما تفيدني، شو اسوي؟ نعم؟ اذا رايكم صحيح، لكن من الاخطاء القاتله والشائعه يوقع فيها الطالب من يوصل لهنا يقول لي اما او يقول لي اما 2 اكس ناقص 1 تساوي 5 أو أجزاء 4 تساوي 5. هذه من الأخطاء اللي بالرياضيات تعتبر من الكبائر. يعني هنا الحساب عليه يكون حساب عسير، عنده قاعدة تقول ما أقدر أقول أما أو إلا إذا كان الطرف الأيمن يساوي صفر. هذا لو كان يساوي صفر كان ما عندي كل مشكلة. يعني راح أقول أما 2 إكس ناقص 1 تساوي صفر أو أجزاء 4 تساوي صفر. إذا كان حاصل ضرب قوسين يساوي اي عدد غير الصفر
شو أسوي؟ أوزع القوسين وبعدين أحول الخمسة إلى الطرف الآخر، أجمع الحدود المشابهة وأحلل مرة ثانية. هذا من أحول إلى الطرف الآخر حتى شو يصير الطرف الأيمن؟ صفر. حتى يصير صفر، حتى من أحلل أقدر أقول أما هو. إذا إيش راح يصير عندي هسه؟ 2 إكس في إكس هذا 2 إكس زائد 8 إكس، مو 2 إكس في 4 ناقص إكس ناقص 4 ناقص 5 تساوي صفر، هذا يتحول من طرف إلى طرف. عندي حدود مشابهة؟ نعم عندي حدود مشابهة. 2 إكس تربيع مال واحد يشبهها، 8 إكس ناقص إكس راح يصير زائد 7 إكس سالب 4 وسالب 5 راح يصير سالب 9 تساوي صفر. إذا ليش الحل هذه؟ حل التجربة هسه هنا راح أجي أفتح قوسين هذا يساوي صفر، خلي أقول 2 إكس تربيع جاي من 2 إكس في إكس وأجرب. إذا قلت إشارة القوس الأول هي نفسها إشارة الحد الثاني وإشارة القوس الثاني هي حاصل ضرب بين الإشارتين راح يصير سالب. التسعة منين جاية؟ أما تسعة في واحد أو واحد في تسعة أو الثالثة في ثلاثة. إذا قلت تسعة في واحد، إذا قلت تسعة في واحد شو راح يصير هنا؟ موجب تسعة إكس وسالب 2 إكس هذا من وين؟ موجب 7 إكس. إذا ما ناحل صحيح، هذا لو قايل ثلاثة في ثلاثة ما يطلع عند الحد الأوسط، لو قايل واحد في تسعة ما يطلع عند الحد الأوسط. هسه من عندي قوسين يساوي صفر أقدر أقول أما أو؟ هسه أقدر أقول أما أو. إذا راح يصير عندي أما شنو هو؟ 2 إكس زائد 9 تساوي صفر، إذا معناها 2 إكس تساوي سالب 9، إذا معناها الإكس تساوي إيش قد؟ سالب 9 حل 2. أو شنو هو؟ أو إكس ناقص 1 تساوي صفر، إذا معناها الإكس تساوي 1. من تطلع قيم إكس وحدة أو 2 أو 4 تجي تحولها هنا قبل ما تقبلها وتقول عليها تهمل، تجي تعوضها هنا، إذا طلع واحد من عندهم أو اثنيناتهم ناتج سالب أقول عليها تهمل. إذا اثنيناتهم طلعت موجبة أمشيها، واحدة منهم طلعت موجبة أمشيها. من الأخطاء اللي يوقع بها بعضهم بأن من يشوف الإكس سالب رأسا يقول عليها تهمل. هو مو المشكلة إذا كان الإكس سالب، المشكلة شنو هو؟ إذا هذا الناتج يطلع سالب. هسه اذا عوض مكان الاكس سالب 9 على 2، هو من هو سالب 9 على 2؟ 9 على 2 ايش قد؟ بها 4.5 مو؟ 4.5 زين سالب 4.5 زائد 4 مو جاب له سالب؟ سالب. اذا بالتاكيد هذا راح اقول عليه زين هذا هم لانه سالب، لو لا طلع الناتج السالب الناتج السالب يعني لو كان هذا مو زائد 4 لو كان زائد 6 موجب راح يصير سالب 4.5 زائد 6 موجب. اذا هذه اقبلها ما اهملها، واضح؟ مو كل ما القى قيمه سالبه اقول عليها تهمل، اعوضها باصل اللوغاريتم، اذا طلع الناتج السالب اقول عليها يهمل. ثواني زين هسه من طلع هنا سالب بعد ما كنا يعوضها بالنسبه للاكس 1 2 في 1 2 ناقص 1 1 و1 زائد 4 5 اذا اثنينات الموجبات اذا قيمه اكس المطلوبه من عندي هي 1. تفضل. من ال 5 على 2 لا سالب 9 على 2 انت عوضه هنا او عوضه هنا كيف يعني؟ من عوضته هنا على سبيل المثال هذا من عوضه هنا تطلع سالب سالب اذا اي وحده منهم سالبه اي وحده منهم يعني انا اول ما عوضه هنا اذا طلع السالب اقول عليه إذا طلعت موجب ما أقبلها أروح أعوضها هنا أيضا. فإذا اثنيناتهم طلعت موجبة أقبلها، إذا واحدة منهم أو اثنيناتهم سالبة أقول عليها تهمل. نعم بس استاذ هذا الحكي يصير بس اللوغاريتم باللوغاريتم نعم باللوغاريتم يصير مو كل ما أشوف قيمة سالبة أقول عليها تهمل، هذا الحكي فقط ينطبق على اللوغاريتم. نعم استاذ يعني سنة تحول اللوغاريتم 5 وانت تصفرها قبل؟ ها ممكن يعني هنا يقول زميلك انا ما اريد اقول لوغاريتم يساوي لوغاريتم. يقول اريد احول هذا الى الطرف الاخر. هذا الى الطرف الاخر يعني هذا ايش قد راح يبقى عندك؟ راح يبقى صفر، صح ما فيها مشكله، لكن ما راح يصير عندك المشكله، راح يصير عندك الجمع احوله الى ضرب. وهذا الضرب ايش راح يصير؟ راح يصير قسمه. هذا الصفر
لازم شو اسوي؟ اسوي لوغاريتم واحد للاساس ثلاثة. على مود اقول باللوغاريتم اكس يساوي لوغاريتم واي احمد اللوغاريتم. العملية راح تكون شوية اصعب. واضح؟ السؤال الثاني يمكن شوية اصعب من السؤال الاول. مجموع لوغاريتم من هذا شو راح اسويها؟ لوغاريتم حاصل ضرب، اذا شو راح يصير عندك هسه؟ لوغاريتم 3 اكس ناقص 7 في 3 اكس زائد 1 للاساس 10 يساوي. المشكله هنا راح تصير هذا الواحد لو ما موجود، لو الواحد ما موجود كان صار نفس هذا. جاي هنا ابقى اكتب لوغاريتم 2 للاساس 10، ومن عندك لوغاريتم يساوي لوغاريتم يحذف اللوغاريتم بالحالتين. لكن عندي مشكله بالواحد، هذا الواحد اريد اسوي لوغاريتم اساسه 10، اكتب هنا حتى يكون الناس واحد بالتاكيد هنا راح اكتب 10. اذا زائد شنو؟ زائد لوغاريتم 2 للاساس 10. يعني بالامتحان يجوز ما اجيب لك يساوي واحد، اقول لك ثلاثة. اقول لك ثلاثة، هذه الثلاثة شو تسويها؟ الثلاثة راح يسويها ثلاثة في واحد. والواحد ايش راح يسوي؟ لوغاريتم 10 للاساس 10، وبعدين الثلاثة تتحول إلى أس راح يصير عندي وياي؟ لو مكان الواحد أقول لك سالب 2. مكان الواحد اقول لك سالب 2، هذا ايش راح يسوي؟ يسوي سالب 2 في 1. وهذا الواحد شو تعبر عنه؟ لوغاريتم 10 للاساس 10، اذا راح يصير 10 والسالب 2 اللي هو 1%. واضحه الفكره لو لا؟ زين، اذا اساسه 10، لو كان اساسه مو 10، مثلا اساسه 3، هذا كله اساسه 3، هذا الواحد شو عبر عنه؟ لوغاريتم 3 للاساس 3. واضح؟ لو كان اكو عدد هنا على سبيل المثال، مثلا اكون اربعه، هذه الاربعه ايش راح تتحول؟ راح تتحول الى اس، اذا هذا راح يصير 2 اس 4. اذا من الطرف الايمن صار عندك لوغاريتمين، راح اطبق نفس القاعده على الطرف اليسار، مجموع لوغاريتمين يساوي لوغاريتم حاصل ضرب، اذا راح يصير لوغاريتم 3 اكس ناقص 7 في 3 اكس زائد 1 يساوي لوغاريتم ايش قد؟ لوغاريتم ايش قد؟ 2. لوغاريتم 10 زائد لوغاريتم 2 شو تصير؟ راح يصير لوغاريتم 10 في 2 مجموع لوغاريتمين يساوي لوغاريتم حاصل ضرب، اذا هذا لوغاريتم 20 للاساس 10. هسه اذا تساوى لوغاريتمين بشرط ان يكون الطرف الايمن لوغاريتم 1 والطرف الايسر لوغاريتم 1، تحذف اللوغاريتمات من الطرفين، اذا ايش راح يصير عندك هسه؟ 3 اكس ناقص 7 في 3 اكس زائد 1 يساوي 20. اقول اما او؟ لازم شو اسوي؟ لازم اتخلص من الاقواس واصفر المعادله واحلل ورا ما اجمع الحدود المشابهه، يلا اقول اما او. اذا ايش راح يصير عندك هنا؟ 9 اكس تربيع زائد 3 اكس ناقص 21 اكس ناقص 7 ناقص 20 تساوي 0. 9 اكس تربيع ماكو احد يشبهها، 3 اكس ناقص 21 اكس راح يصير ناقص 18 اكس، لا ناقص 21 نختار اشاره الكبير ونطرح ناقص 27 تساوي 0. بالتاكيد كلها تقبل القسمه على 9، راح اقسم على 9، ايش راح يصير عندك هنا؟ اكس تربيع ناقص 2 اكس ناقص 3 يساوي 0، ايش راح اسوي هسه؟ احلل التجربه، اذا راح يصير اكس ناقص 3 واكس زائد 1 يساوي 0، اذا ايش راح يصير؟ اما اكس ناقص 3 تساوي 0، اذا معناها الاكس تساوي 3، او شنو؟ او اكس زائد 1 يساوي 0، اذا اكس تساوي سالب 1. راح اسالك سؤال وجاوبني هسه بدون ان اضاوع لي فوق، اقول لك الثلاثه تمشي والسالب 1 يهمل، هاي طريقه علميه لو مو علميه؟ علميه. زين، اني هذه قبلت لانه موجب،
وهذه مادة لأنه سالب، لا مو هيجي الطريقة العلمية مو هيجي. يقول خلي يعوض الثلاثة فوق يجوز يطلع الناقص سالب، خلي يعوض السالب واحد فوق يجوز يطلع الجواب موجب. إذا ورا ما أعوضها باثنيناتهم وأتأكد اثنينات الموجبة يلا قبله. هسه هنا من الاكس يساوي 3 في 3 في 3 9 ناقص 7 موجب. زين 3 في 3 9 زائد 1 10 موجب. إذا قبله هذا لو كان ناقص 10 لو كان ناقص 10 ف 3 في 3 9 ناقص 10 سالب 1 رغم ان الاكس موجبه اقول عليها تهمل وياي. زين من اجي على السالب 1 اعوضه بالاول، اذا طلع موجب اروح ادور الثاني، اذا طلع سالب ماكو داعي بعد ابحث الثاني راسا قول عليه يهمل. من اعوض السالب 1 3 في سالب 1 سالب 3 وسالب 10 سالب 7 عفوا راح يصير سالب 10 بعد ماكو داعي اشوف الثاني كذا مباشرة راح اقول عليه يهمل. هذا المطلوب من عندك مع محاضرة يوم امس في الامتحان ان شاء الله.